السفر هذا واصل لسه ما فاقوا زينب؟ فاقوا طلعوا من بكير يا بيك. طيب بكفي لا تكملي سكب. خير في شيء اخي نامق؟ بدي اياكم تسمعوني وتفهموا كلامي كتير منيح، واعتبارا من هاي اللحظه ما بيصير حدا يطلع من البيت بدون ما ياخذ اذني، ما بيصير حدا يتحرك لو متر برات البيت. اذا كنتم مضطرين كتير على الطلعه المفروض يكون معكم حرس. ليش اخي؟ لانه انا هيك بدي الكل يعمل، مفهوم؟ شو اللي بيضحك بالموضوع يا تار؟ الموضوع؟ اي موضوع؟ مو كنتي عم تضحكي؟ لا، احتمال انت تخيلتي. شفتك ما تخيلت. مو وقت هالحكي الفاضي هلا. هوليا وزينب تعالوا لعندي بسرعه. تفضل يا بيك. بدي تجهزوا غرفه نوم الضيوف، ايديل خانم رح تنام عنا لفتره. حاضر يا بيك. جونيت بدك تلاقي لي كم زلمه موثوقين، ممنوع الطير الطاير يقرب من البيت. شو صاير؟ عم بتخوفنا كتير نامق، شو الموضوع؟ لازم توضح لنا شو اللي عم بصير. خالي، يعني مشان الحرامي اللي اجى ليله امبارح الكل يعمل اللي عم اطلبه انا وبدون اي اسئله. بظن كلامي كان واضح وسهل انه تفهموه. عمي نامق يعطيك العافيه، الله يرزقك اكثر واكثر. صحتين وهنا على قلبكم. صفية، كل كفايتك بس على مهلك، انت عندك ولد وعم ترضي. حبيبتي جولسوم، إذا ما بدك قطعة الجبنة أنا باكلها، ابني بحاجة للحليب، الجبنة مفيدة لألي. أمي ما كانت رح تسكت لك، إذا ما بتخلصي صحنك بتاكلي بهدلة. خزيت العين قديش انحلت عقدة لسانك بسرعة، ما شاء الله. أمك ما علمتك إنه البنت لسانة وإيدها المفروض إنه يكونوا قصار؟ نامق؟ نامق؟ شو بدك يا تار؟ من وين طلعت قصة إيديل هاي؟ المفروض أنه برر لك ما؟ شوف نامق، أنا ما بقى فيني أصبر أكتر، وكرامتي ما بقى تسمح لي إني أتحمل. كل شي عم تقوله عم ببلعه وأسكت. أصلاً أنت أكتر وحدة مرتاحة يا تار. نامق، أنا بكون أمه لفرهاد، أنا أم ابنك الوحيد، لا تنسى هالشي. أنت بتعرف إنه قبلت كذبة الخال تبعيتك وسكتت. لا تحكي بالسيرة هون، هلأ بيسمعونا. ما رح يسمعوا، أنا قلبي عم يحترق من سنين مشان ما يسمع حدا. نسيت قصة الحب، لأنه مو متوقع أحس فيه معك بعد هلأ. إيه بس أنا بستحق شوية احترام بهالبيت، ما هيك؟ مو اتعاملوا كأني خدامة. يا تار، لساتك مثل عادتك بتقولي الشغلات الصح بس بالوقت الغلط. تعبت من انتظار الوقت المناسب.